تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة الأخبار، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج مطبخنا. أكيد اليوم طبخة جديدة في ريدس شيف. أنا اليوم بالموضوع من المطبخ الفرنسي اليوم. تحياتنا أكيد لكل عم يتابعنا، لكل عم يحضرنا. الحلقة تعرض بشكل مباشر دائما لحتى نسلم عليكم، تسلموا علينا، وإذا عندكم أي سؤال عن الطبخة تسألونا إياه. دائما هيدي الحلقات تبع برنامج مطبخنا وغيرها من البرامج بتكون موجودة على فيسبوك وأيضا على يوتيوب وأيضا على الويب سايت الخاص فينا www.whatsappmedianetwork.com. وبالتالي دائما يعني ما بيلحق يحضر الحلقة مباشر، يحضرها يرجع بعدين، وميك شور إذا حضرتوها بعدين دائما تتفاعلوا معنا من خلال التعليقات، اللايكس، من خلال الشير، تعملوا تاج لأشخاص تانيين، هيك دعما لهيدا البرنامج واستمرارا. شو اسمه أكلي تبعنا اليوم شيف؟ اسمه كانيلوني بالسبانخ والشريم كرتان. حلو حلو، هذه أكلة رئيسية خفيفة نظيفة. إيه هذه بيعطوها إذا في بلادجو صحن يوم بيعطوها صنف أول. والله. بشكل معجنات يعني. حلو حلو. سو اليوم صح بدنا ناكل أكل فرنسي اليوم. فرنسي وممكن إيطالي كمان، لأنه دائماً العجائن بيكون على الإيطالي. بس هي مطبخ فرنسي. يا عين. أكيد يعطونا رأيكم بالبيش دونوال اللي عمله الشيف من البيت، يعني وقتها كان في عاصفة وقصص وحكايات، فالشيف عمل البيش دونوال، حب إنه يعمل لكم حلقة. اعطونا رايكم كمان ببيش دونوال اذا جربتوه او شيء. شوف بديش طول عليك مثل العاده، الكاميرا لك. ماشي على صار مثل ما قلت، عندنا كانيلوني اليوم بالسبانخ والريدس كراتان، يعني كراتان بس كلمه كراتان يعني بنحط لها جبنه ونخبزها بالفرن. والعجينه اللي مؤلفه مني هي عجينه اساسيه بالمطبخ، يعني في عندنا عجينه احنا بنقول اذا في عندنا مطبخ اوتيل او مطعم درجه اولى عم يشتغل تصنيف، اي فعندنا عجينة احنا اساسية بالمطبخ. نعم. هذه عجينة الكريب من ضمن العجين الاساسية اللي بتستعمل بالحلويات والطبخ، يعني فينا نستعملها بالمطبخ، فينا نستعملها باسم الحلويات مثل عجينة البافاتري، عجينة البريوش، يعني في عندنا كذا عجينة هودي بيستعملوا حلويات ومطبخ. والمقادير ما بتتغير عندنا، احنا دائما كل بيضة بحط لها 40 جرام طحين و120 جرام حليب بارد و20 جرام زبدة، رشة ملح إذا بدي استعملها حلو بحط رشة فانيلا بديل الملح، فيني حط رشة ملح صغيرة بس بدخل حبة فانيلا. إذا عم استعمل كريب سوزيت أو كريب نحط لها نوتيلا أو حط لها موز أو قشطة، فيني حط لها كذا نوع يعني. بس هون عندنا حلو بدنا حط لها رشة ملح، رشة بهار أبيض، وجوز الطيب ناعم. راح نستعمل ثلاث بيضات نحن، يعني بس نحن كل بيضة بحط لها 40 طحين و40 جرام و120 جرام حليب و20 جرام زبدة. أول شيء بدي أخفق البيض شوي، هي بس تكون العجينة جاهزة عندنا. الحشو مبين، السبانخ عندنا هوني سلقة شوي ومعصرة وفرمة ناعم، الأريدس كمان سلق وفرمة شوي خشن، وعندنا هوني ريكوتا تشيز، وعندنا الصوص طماط والجبن الموزاريلا على الوجه. هذا اكيد راح نحط لهم بس الحشوه راح يكون فيها سبانخ شريم وعندنا ريكوتا تشيز. تمام، راح نحط لكم الانجريدينتس او المكونات قدامكم على الشاشه هلا راح يطلعوا. بس احنا نسلم عليكم فاطمه فرحات، اهلا وسهلا فيك والله يعافيك يا حبيبه، يا هلا فاطمه. قاسم اهلا وسهلا، فاتنه اهلا وسهلا، نعيمه يا هلا، وكل اللي عم يحضرنا وكل اللي عم يتابعنا. اكيد ما تنسوا تعملوا تاج لاشخاص ثانيين ايضا تعملوا شير للحلقه. هلا خفقنا البيض، بنحط الطحين ونخفق البيض مع الطحين. نعم، دائما هي العجينه السائله بدنا نصفيها لانه يكون فيها شيء مبرغل، ممكن يكون طحين او يكون البيض او اي نوع، يعني ممكن نصفيها على الشينوا او على مصفيه ناعمه. دائما بدي نعم الطحين مع البيض قبل ما احط الحليب. يعني نحن هاي العجينه عاملينها قبل مره للكريب، فعم نعيدها ثاني مره ما بيأثر، اللي في ناس عم يحضروا جديد. والحليب ما بنحطه دفعه واحده، يعني بنحط شوي شوي ربع الكميه وبنخفق ونرجع نحط التانيين. يعني كم 120 جرام يطلع شوي
عشان احنا عم نعمل العجينه هلا حاليا. هذه عجينه الكريب. تمام. بدي نعمه، مش بحاجه انه نريحها يعني، فينا نتركها دقيقتين، فينا نشتغل فيها دغري يعني. حسين ماجد يا هلا وعليكم السلام، الله يعافيك يا حبيبي، كلك ذوق. الحمد لله كل شيء تمام، انتم شو اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء منيح عندكم. هلا عجناها، هودي شي غرام زبده ذوبناه هون، بنحطهم فوق العجينه. عندنا رشه متلح مثل ما قلنا، وعندنا رشة بهار أبيض صغيرة، معنا جوز الطيب من شان زنخة البيض يعني. نعم. بدنا نصفيهم. شكرا حبيبة على التاجز، شكرا فاتنة على التاجز، وكل الأشخاص عم يعملوا تاج، شكرا لكم. كده مثل ما شايفين قدامكم على الشاشة عم نصفي هلا حاليا ال هي العجينة صفيناها. هلا بنخبزها. فينا مقلية، قلنا بدنا شوية زيت زبدة. هاو يدوبناهم بس بكعبة شوي، نحن مش انه بدنا. حسنية كنت انتظر هذه الوصفة من زمان، عاشو شكرا يا حسنية، يلا هيك تستفيد منها كمان. يلا هذه العجينة ايه السماكة. نعم هذا بنقلية ونحطها هون عندنا بهال حطهم وبرمها. جمعة مباركة يا زوجتك، ثانك يو كلك زوج. على نار خفيفة. كده مثل ما شايفين قدامك على الشاشة. هي بس استوي بتبلى حالها يا. بلشت يا. شكرا لكم على الطبخ الطيب اللي عملتوا لنا، شكرا يا فاتنة كلك ذوق، يعني على طول عم تتابعينا وتحضرينا او تعملي تاكس، فمتشكرينك كثير. يا عين يا عين. يا هلا يا هلا بأمي، شو أخبارك؟ طالع من الأكاونت تبع أمي اليوم. حلو كتير كيف طلعت هيدي، مثل عجينة الكريب 100% طلعت. ما هي كريب. سو حتى إذا بدك تعملوا كريب بالبيت وهيك فيكم تستعملوا نفس الطريقة، وبتحطوا نوتيلا بقلبها إذا بدكم أو شيء. يعني عم نعملكم عجينة كريب بالمقلية، شو بدكم أحلى من هيك؟
بالمحلات بدهم اكويبمنت وقصص وحكايات جود بالموجود. مزبوط نفس عجينة كريب الشوكولا يا حسين مزبوط هي جات نفس الشيء ففيكم تستعملوها وتعملوها وولادكم بيحبوها واحكوا لنا كيف تطلع معكم. فينا نصغرها اذا بدنا بس هيك اذا بتستعمل كريب حلو بتكون كبيره هيك 100% ساعتها الكريب بتحطوا لها اللي بدكم تحطوا لها اياه بتحطوا لها نوتيلا موز بدكم اياه بتحطوه. اليوم نحن عم نعمل لكم طبقة أساسية اليوم مع شرمب هذه الثانية خلصت كمان. اوكي اللي عم يسأل عن المكونات المكونات صارت قدامكم على الشاشة أكيد فيكن تعملوا لهم سكرين شوت تكتبوهم اللي بدكم اياه على على ذوقكم. عجينة الكريب الحشوة وصلصة البشاميل مكتوبة قدامكم ثلاثتهم وفيكن أكيد تعملوا سكرين شوت. أحمد شكرا لك may God bless you happy holidays. شكرا يا أحمد happy holidays لك وللعائلة وينعاد عليكم بالصحة والسلامة. دارين عنار وسط اي دارين حمود شكرا لك يا دارين. خي احمد يا اهلا وسهلا فيك شو اخبارك ماشي الحال. اكيد نتمنى من الجميع يعمل تاج لاشخاص تانيين يعمل شير للحلقه خلينا نوصل الحلقه اكثر من هيك. يعني كل ما نقيم وحده نحط دهن زبده صغيره. شكرا شكرا يا اختنا اميره الله يخليك يا رب. دوم الشيف يبهرنا بطبخات جديدة ولذيذة شكرا يا حبيبة أبو علي الصالحي وعليكم السلام يا هلا. يعني عم نحاول ننوع لكم كل جمعة يعني هيك شغلات مختلفة يعني شيء بتعرفوه تقليدي وشيء هيك جديد عليكم شيء شرقي شيء غربي اليوم فرنسي اليوم شو بتكون أحلى من هيك فرنسي على إيطالي اليوم. دايما بنرجع هيك من الزبده هيك عشان ما تلزق الوحده. عليا كلك ذوق يا عليا الله يعافيك يا رب ثانك يو سو ماتش. كانولي مع سبانخ وقريدس جراتان اليوم يا جماعه اللي عم يسال عن اسم الطبخه. اكيد اللي عم ينضم لنا هلا دايما فيكم ترجعوا للحلقه وتحضروها على وقتكم الحلقه بتضليها موجوده forever forever and ever. نطالب باكله عراقيه تكرم عينك يا زوز. اكله عراقيه اكله عراقيه مثل ما بدك نعم عليك ولا مسقوف مسقوف سمك هذيك تجي مش هيك. ام ايمن الله يعافيك يا رب هذه اخر وحده كبرناها كبرت ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وشكرا يا اخي احمد الله يخليك يا رب ان شاء الله. لك اعطيني جلطه بالعكس
كبريت البنوت وفاء اسماعيل مساء الخير وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ورب وعاشت لكم. شكرا يا وفاء يا مزوقه، ثانك يو كلكم اكيد يا مزوقين يا جميعا يا اوادم يا عين. شفتوا لنا هالقلب اللي عم يقلب لكم اياه الشيف؟ باسمة شو اخبارك يا باسمة؟ هي العجينة جاهزة هيك؟ هي بدنا نعمل الحشوة هلا. هيدي السبانخ هلا العجينة لازم يخلوها يرتاح تبرد شوي، بس شوي. بس بس تبرد شوي بس نعجنها، بس في ريحوها شي خمس دقايق بس. حلو اوكي، هودي السبانخات وعندنا الشرم والقريتسات وهي عندنا ريكوتا تشيز. حط رشة ملح صغيرة مثل ما حطينا بهار أبيض تقريبا، هو أغلب الطبخ الفرنسي بحطوله بهار أبيض. وهي جوز الطيب وعندنا جبن البارميزان هذا بنخلطهم مع بعضهم. اذا كانوا جامدين كاتب اني بالمقادير هم بيضه، فيني احط لهم بيضه اها مشان رخيها بس، والا هي هلا ريكوتا تشيز شوي طريه ما بديش بيضه يعني. يا هلا اختنا جمانه من اوهايو، هي الحشوه مبينه؟ ايه اكيد مبينه. هلا عندي جرة بيركس هوني عامل اني البشاميل، صوص بشاميل نحن عملناها قبل مرة اكيد 40 جرام او 50 جرام طحين 50 جرام زبدة، بندوب الزبدة تدويب بنحط الطحين بنقليه دقيقتين بنرجع بنحط لهم 500 جرام حليب، بتصير هيك بدي اياها يعني لا جامدة جامدة ولا رخوي بس سماكي هي. نعم بدي احط شوية بشاميل بالكعب فاطمة مهدي، اهلا وسهلا فيك يا فاطمة تسعد مساكي. سو عم نحط صوص بشاميل بالكعب. هلا بنلف العجينة بالحشوة اللي نحنا عملناها، هلا هي طلعت شوي كبيرة ما بيأثرش لأنه حطينا العجينات. يا عين مثل ورا العين بلفها يعني ها. طلعت سميكة شوي ما بيأثرش لأنه حطينا العجينة كلها احنا عام. ايه الله يعافيك يا احلام، هيدا السايز البيرفكت لازم يكون. ايه شكل الاصابع بهالشكل هي يعني. شكرا يا فاطمة صحتين على قلبك الله يخليك يا رب، الله يعافيك يا باسمة. مثل ما شايفين اكيد عم نحطهم بالبيركس. الحمد لله كل شيء تمام، كيفك يا احلام شو اخبارك؟
يا عين. هلا خالصة هيك. بدي احط لها على الوجه شوية بشمال. الخبز هيدا نحن عملناه يا جمانة، وبأول الحلقة مبين كيف عملناه، وبالمكونات هلأ كمان مش عم نحط لكم اياهم حاكين كيف بنعملها. نفس عجينة الكريب هي يا جمانة. إيمان الله يعافيك يا رب، منى الله يسلمك، كلك ذوق. هلأ في عندي صوص طماط نعمل نحن، ونحط على كل وحدة شوي. انت متعقد دايما على الكاميرا اكيد. مبروك فاطمة، الف مبروك ان شاء الله يا رب. وين اشتريتي بيت يا فاطمة؟ انتو بخير يا احلام، اكيد نعاد عليكم جميعا بالصحة والسلامة يا رب، وان شاء الله بتكون سنة خير على الجميع. هلا عنا الجبنة، هيدي جبنة موزاريلا. يا عين منظر جميل جدا. هلا ما نحطها بالفرن؟ نعم، 5 دقايق لتاخذ لون، حرارة 450، دوب الزبدة الجبنة. هلأ حطيناها بالفرن تمام على حرارة 450 فرنهايت، بدها 5 دقايق ايه للجبنة الدوب وتاخذ شوية لون ذهبي يعني. كتير حلو. أكيد بدك نستفيد من هالوقت لنرجع نحكي عن المكونات، يلا نكون لنقول شو عملنا. يلا تطلع المكونات قدامهم، عم تطلع قدامهم بشكل سريع. شكرا يا حبيبي يا ابن عمي، الله يخليك. يلا بيحسون. مثل ما قلنا نحن اليوم عملنا كانيلوني بالسبانخ والقريدس. نعم جراتا. ايه يعني عندنا كانيلوني مع سبانيش شريم جراتا. اول شيء عجينة الكريب، ان نحن عجينة اساسية بالمطبخ، يعني فينا نعمل منها حلويات، فينا نستعملها بالمطبخ. كل بيضة بحط لها 40 جرام طحين، 120 جرام حليب، و20 جرام زبدة، رشة ملح، ورشة بهار ابيض. هذا بستعملها بالمطبخ بالحلو، بدل البهار الابيض بدي احط رشة فانيليا. بدنا نعجن العجينة أول شيء البيض مع الطحين، مننعمهم، بنرجع بنحط الحليب بارد مش سخن بظهرهم، نخفقهم، ندوب الزبدة ونحطهم معاهم، نحط الملح، بهار أبيض، برد، جوز الطيب، ناعم. نريحها دقيقتين إذا بدنا أو 5 دقايق. المقلية فينا ندهنا كعبة زبدة قليل، بنحميها مزبوط، بنصير نحط بالكبشة عاد المقلية. بدها تكون العجينة شوي رقيقة، نقلبها عمالتين سوا. ما تبرد الحشوة مثل ما قلنا، حطينا سبانخ هني 200 جرام مسلوقين شوي، ما بحط لهم ماي، بحطهم على النار بالمقلية، هني لحالهم فيهم ماي، بدوب السبانخ بس يدوب، وبعصرهم من الماي مزبوط وبفرمهم ناعم.
الشرام بدي اسلقه 10 دقايق، حط له طبعا نوع مواد عطريه وحبه خل مشان الزنخه، برجع بقشره وبفرم شوي مربعات صغيره. وعندنا ريكوتا تشيز. الصوص طماط نحن عملنا مره صوص طماط، هي كنايه عن بصل ناعم، ثوم ناعم، وبندوره ناعمه، وملعقه بندوره صغيره. يعني بقلي البصل والثوم بالزبده الاصفر لونه، بحط البندوره مفرومه على خلاط ناعم، ملعقه البندوره، رشه ملح، بهار ابيض، وبغليهم 10 دقائق لتنشف المي منهم. هي بنقول لها نحن صوص طماط. وعندنا جبنه بارميزان، وعندنا الموزاريلا. الحشو بيكون فيها سبانخ وشريم وريكوتا تشيز، وعندنا فيها بارميزان تشيز، وعندنا ملح وبهار ابيض برجر. بدنا نحشيها ملفها مثل ورق عنب، ونحط اول شيء صوص بشاميل بالكعب، نرجع بنحط العجينه اللي حشيناها، بنرجع بشاميل، بنرجع بنزينها بحزوز يعني زيح صوص طماط، نحط الجبنه الموزاريلا، نخبزها بالفرن على حراره 450 5 دقائق بس منشان تذوب الجبنه وتاخذ لون ذهبي خفيف. فينا نعطيها مثل ما قلنا شكل معجنات صنف اول اذا عم نعمل لوائح طعام بالاوتيلات او مطاعم الدرجه الاولى. وهيك بكون الطبق اللي عندنا من اليوم. اهلا وسهلا فيكم. يا عين يا عين، هيك ذكرناهم فيه، رجعنا للطبق بالوقت اللي عم بتستوي فيه اكيد يعني عم ندوب التشيز فوق نحن بشكل عام، مزبوط شايف كل عم نعمله. ديفيد بس تاخذ شويه لون صغير. يلا بتاخذ شويه لون بفرجينا عليها، بتطلع كثير كثير طيبه، كثير مميزه. اي سؤال عندكم اياه اكتبوا لنا اياه بربع التعليقات. فاطمه مبروك البيت اللي اشتريتيه بكولورادو، ان شاء الله بتشوفي على وجه الخير. شكرا يا جمانة. اكيد رجعنا عدنا لكم اللي قالوا الشيف هلا حاليا، لحتى اذا عندكم اي سؤال يكون عندكم. وهيدي هي المكونات موجوده قدامكم. بالمكونات رح تشوفوا انه كيف بتعملوا العجينه الكريب اللي عملناها، اللي سال عن العجينه، الحشوه اللي حطيناها شوفي بقلبها، وايضا صلصه البشاميل اللي هي حطيناها بكعب البيركس بشكل عام. استاذ يوسف يسعد مساك، اهلا وسهلا فيك. حكونا في شيء طبخ حابين نعملها نحن، بخبرونا بمربع التعليقات، وان شاء الله بنحاول بالاسابيع المقبله والحلقات المقبله انه كمان نعملكم هيدي الاطباق. الله يخليك استاذ يوسف، الله يخليك، الف شكر. يا هلا يا هلا، صحه منيحه، شو اخبارك؟ لو كنا بنعمل اليوم الدجاج مع العسل والثوم، بس انا ناطرين على السلات تبعها قوية هيدا. ما بعدش عسل ها؟ اكيد الطبخة عم تاخد لون. وصل وصل، ما عم بيسلم عليك هو. مجدرة مصفاية عملنا، مجدرة مصفاية مرة مش هيك؟ لا عملنا مجدرة حمرة. مجدرة حمرة، ايه بنعمل مجدرة مصفاية ان شاء الله. بنعملها مع السلطة، شيء نوع السلطة. تكرم عينكم، دللوا دللوا. قوية. لو بتفرجين كيف طلعت وبنرجع من كفة. ايه عادي بيأثرش مثل ما بدك، يلا قول الله. ايه فينا نعمل هيك، هيك حتى نوفر عليهم وقت كمان بلا ما نضطرهم على يضلوا عبي نرجع من كفة تحميرها شوي، بس ما نحمرها شوي زيادة نحن بس. شوفتكم بالكفة، شكرا يا احملام يا مزبقة. يا عين بلاش تاخد هيدي الطبق تبعنا، طلع مميز. اكيد لازم نحمرها بعد شوي زياده، بس نحن عشان وقت البرنامج بدنا نفرجيكم عليها. ايه
تقول لنا عنها شيء شاف قبل ما نسكر الحلقه؟ لا انه بدنا بس انه بنعطيها بعد شويه لون اشهر شوي صغير، بس نحن عم نفرجين انه كيف طلعت معانا. اي بدي اعطيها بس بعد دقيقتين تاخذ لون اشهر شوي زياده وبس. بعد دقيقتين بتكون تلونت. ايه بكون اخذت لون، هي بلشت تاخذ لون ذهبي هي. وهيدي كيف بنقدمها؟ تقدم كل شخص له حبتين، اذا صغار حبتين، بس كبير مثل الاولانيه حبه واحده، لانه هي عم نقول انه بتنعطى اذا في لوائح طعام بتنعطى صنف اول، يعني هذه يعني بيجي وراها طبق فيه لحمه او في دجاج. مثل ما شايفين اكيد الجبنه بلشت تدوب، بس نحن شلناها عشان شو خلص لكم الحلقه. بس دائما هيدي حلقتنا شيف، نعيد عليهم ونقول لهم باي. يلا عام انتم بخير، نعاد عليكم الصحه والعافيه واهلا وسهلا فيكم. يلا ينعاد عليكم بالصحه والعافيه جميعا. هيدي كانت اكلتنا لليوم اللي عملناها، اللي هي كانولي مع سبانخ وقريدس جراتان. دائما تابعوا هذا البرنامج، دائما عملوا تاج لاشخاص تانيين، عملوا شير للحلقه، والمنو متابعنا يتابعنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستغرام تويتر تيك توك ويوتيوب. الى ان نلقاكم بحلقات مقبله من هذا البرنامج وبرامج اخرى. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه، والى اللقاء.